بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا صلاة وسلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو کوئی چاہے کہ اس پر رزق کے دروازے کھل جائیں، اسے قرضوں سے نجات ملے اور مال دنیا وافر مقدار میں ہاتھ آئے اور وہ نظر حلائق میں قابل عزت اور احترام بھی ٹھہرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز پنجگانہ میں ہر نماز کے اہتمام پر سورہ آل عمران کی 26 اور 27 آیات کو اپنا ورد بنا لے. اب یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم صدق دل، پختگی ایمان اور صدق دل سے اگر اپنے آقا کے فرمان علی شان کی پاسداری کریں تو ہم بھی کئی قسم کے دنیاوی اور روحانی فیض حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے آج کے اس جدید اور تیز ترین دور میں مالی حالات کی تنگی، قرض سے نجات اور رزق و روزی اور اپنی آمدن کو بڑھانے کے لیے انہی آیات کو ورد کیا جائے. اب روحانی فن عملیات سے ہم کیا کر سکتے ہیں جس سے یہ ذکر بھی ہو جائے اور ہماری مالی مشکلات بھی آسان ہوں؟ تو ان دو آیات کو مکمل ایک صحت کے ساتھ اس ویڈیو کے آخر میں 11 مرتبہ درج کر دیا گیا ہے. دو آیات سن کر اس دعا کو بھی ساتھ ایک مرتبہ پڑھنا یا سنا جائے. اگر کوئی قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں ہے تو وہ ہر فرض نماز کی ادائیگی کے بعد ان کو سن کر اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور دعا کرے، اپنے گریبان کی جانب دم کرے اور پانی پر بھی تین پھونک مار کر اس کو پی لے. میرا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ضرور بر ضرور اپنا کرم اور رحمت فرمائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رحمان الدنیا والآخرتی وارحیمہما توتی منہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء صل علی محمد و آل محمد واقضی انی دینی. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما توتي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء صل على محمد وآل محمد واقضي أني ديني. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما توتي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء صل على محمد وآل محمد واقضي أني ديني. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن
من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما توتي منهما من تشاء وتمنأ منهما من تشاء صل على محمد وآل محمد واقضي أني ديني. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما توتي منهما من تشاء وتمنأ منهما من تشاء صل على محمد وآل محمد واقضي أني ديني. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما توتي منهما من تشاء وتمنأ منهما من تشاء صل على محمد وآل محمد واقضي أني ديني. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء
تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما توتي منهما من تشاء وتمنأ منهما من تشاء صل على محمد وآل محمد واقضي أني ديني. قل اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما توتي منهما من تشاء وتمنأ منهما من تشاء صل على محمد وآل محمد واقضي أني ديني. قل اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما توتي منهما من تشاء وتمنأ منهما من تشاء صل على محمد وآل محمد واقضي أني ديني. قل اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا رحمان الدنيا والآخرات ورحيمهما توتي منهما من تشاء وتمنأ منهما من تشاء صل على محمد وآل محمد واغزي أني ديني